نسعى إلى تنفيذ الحلم بمشاريع وفرص عمل في صلب مؤتمر سادر. الكلام لرئيس الحكومة سعد الحريري خلال حفل التوقيع في سرايا بين المجلس الأعلى للخصصة وشركات وبنوك لتمويل 3 مشاريع حيوية، معربا عن تفاؤله بالمستقبل. ذهبنا إلى سادر وأيضا حفز الاقتصاد. اليوم منشوف في 3 مشاريع كبرى، يعني إذا بنطلع على 3 مشاريع عم نحكي تقريبا فوق 4 مليار أظن، إذا مش أكثر، 4.5 مليار، 5. فإن شاء الله، وهيدا مع القطاع الخاص، وهيدا الشيء اللي بشجعنا والشيء اللي نحن بنسعى له، لأنه نحن علينا أن نقوي القطاع الخاص بشكل كتير كبير، لأنه هو الأساس بالاقتصاد. التوسعة اللي يعني طالت يعني أو تأخرت الدولة اللبنانية بأن تقوم فيها، هي توسعة يعني هلا الناس حيقولوا اوف 20 مليون 20 مليون، واذا فينا نعمله ل 25 بنعمله، لانه بس لما عملناه ل 6 مليون كمان ناس قالت اوف، وقالت انه رفيق الحريري شو عم يعمل وعم يصرف هالمصاري. هلا اطمنوا، نحن مش حنصرف المصاري، القطاع الخاص اللي حيجيب المصريات. مزبوط هيدي اخر ايام هيدي الحكومه، ولكن انا متفائل جدا كثير بأن المستقبل حيكون أفضل، لأنه مستقبل. المشاريع 3 بحسب ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة هي على التوالي: توسعة مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مؤسسة التمويل الدولية، مشروع طريق خلد دبي دبي العايبة والتي أقرت الاستملاكات بشأنه وذلك مع البنك الأوروبي، ومركز المعلومات الوطني بتمويل من شركة KPMG بالتعاون مع شركة سولن.